مسبقة، فعندهم حظوظ وافرة للمنافسة على المرتبة الأولى بالنسبة لهذا الشوط. انطلاقة ديال هذه المسابقة سادس جائزة لابلانيت، المسافة ديال 2400 متر، تنطلق ديال الخيول المشاركة سبعة خيول إنجليزية أصيلة 4 سنوات فما فوق. إيرموسو رقم 2 الآن في المرتبة الثانية، بينما المرتبة الأولى رقم 7 سيبوبين قريب جدا يمكن نشوف رقم 4 سيتي أوفر، محاولة من جهة الوسطى من جانب كانتي. رقم 1 خيول الحارس الملكي اللي صاب له مازالت متأخرة، انطلاقة ديال رقم 3 ووربين الآن في المرتبة الخامسة. هناك سباق جيد من جانب رقم 4 سيتي أوفر اللي كينافس بقوة، بينما رقم 7 سيبوبين الآن في الصف الأول كياخذ مبادرة سباق سريع منذ البداية كما كتشوفوا، ريتم عالي نوعا ما مقارنة بالسباق الأخير اللي كان على المسافة ديال 2400 متر كان بطيء. هنا رقم 7 سيبوبين ينطلق في المرتبة الأولى في منافسة كذلك مع رقم 2 إيرموسو، رقم 4 سيتي أوفان، وكذلك يمكن أن نشوفه من جهة الحاجز رقم 3 ووربين غيحاول ينطلق، بينما الخيول الحارس الملكي لصابلون تنتظر الفرصة ديال بوشعي فكر وسعيد مديحي كي ينتظروا وراء المشاركين باش ربما يكون عندهم فرصة أكبر للمنافسة على المراتب الأولى. وكذلك كيانتي رقم 1 نفس الخطة تقريبا بالنسبة لهذا الثلاثي اللي كيعرف المسافة ديال 2400 متر اللي بديتي بريتم عالي منذ البداية، فربما المخزون ديال الحصان أو الفرس ما غاديش يخول لهم ينافسوا على المراتب الأولى في الأمتار الأخيرة. إذا مازال سيبوبين رقم 7 في المرتبة الأولى من هذا المسابقة، انطلاقة جيدة بالنسبة لرقم 4 سيتي أوفان، وكذلك رقم 2 إيرموسو، رقم 2 مازال في المرتبة الثالثة ومحاولة كذلك من جهة الحاجز من جانب رقم 5 اللي يحاول ينطلق من الجهة الوسطى. كيانتي غينتظر كذلك الفرصة ديالو، مازال انا كنشوف محاولة ديال كيانتي. عبد الرحيم فضول يبدا منذ الان يبدا ينطلق، وكذلك انا يمكن نشوف رقم 5 سيبليشا مختار فكار اللي يحاول يترقى، وربما سعيد مديحي ان تاكدوا من الاتباع هذا. لا حاضر اظن ان سعيد مديحي فقط ماشي يتغنى في يحاول يترقى بسبب كيف قاد المنافسة اظن على المرتبة الاولى مازال في الصف الاول وربما اللي كيتشبه بصعوبة كبيرة جدا. عبد الرحيم فضول وسعيد مديحي غيكون الان بمرصاد في الامتار الاخيرة، انطلاقة جيدة بالنسبة لرقم 1 كيانتي يحاول يترقى من الجهة الخارجية. كيانتي يحاول يتبقى الى سبقات رقاجي من عبد الرحيم فضول مازال يخلص الفريق يضمن يبرم يشرف المرتبه الاولى من سبقات يانتر يحاول رقم 7 يفوز بوبين بهذا الشوط في اتري ايوب رمالي منذ البدايه كانت المرتبه الاولى وزع الفريق المشاركين الاخرين، فكانت الخطه ديالو في السباقات الاولى ديالها.